في العاصمة وحدهم المصورون من حضروا انهيار حصن العساكر. الجيش يواصل سقوطه الحر، خر بميدانه المفرغ من الجماهير بقوة القانون. الحسنية وفي لعادته قد يخسر بميدانه ويفوز خارجه. تقدم بهدف البساط عند ثلث الساعة، ثم أضاف هدفا ثانيا من الأمتار التسعة بختام الجولة الأولى، وقعه العائد زومانا كوني. المهرجان السوسي في بلفيدير تواصل في نصف المباراة الثاني. بديع أوك رفع الحصة إلى ثلاثة، تلاه كوني برابع عند الدقيقة 72. يوسف أنور أنقذ ماء وجه العسكري. تقهقر الفار إلى المركز العاشر، توقف عداده عند النقطة 24. تخطته الحسنية بنقطة ومركزين.